التاسعة مساء بتوقيت الخرطوم، أنا محمد السعودي وهذه حلقة جديدة من مع الأحداث نطرح فيها أبرز القضايا المتداولة في الشأن السياسي السوداني. أهلا بكم، حياكم الله. وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو مفوضية السلام والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تكملة إنشاء الآليات المطلوبة وتوفير المعينات اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. جاء ذلك خلال ترأسه بمكتبه بالقصر الجمهوري مطلع الأسبوع اجتماعا ضم رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان محمد الدبيلو وكبار مفاوضي مسار دارفور لاتفاقية جوبا لسلام السودان. وبحث الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، خاصة ضرورة تفعيل الآليات العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق مسار دارفور. كما ناقش تقريرا مفصلا قدمه رئيس مفوضية السلام حول الدعم المقدم من بعض الجهات والمنظمات الدولية لتفعيل آليات تنفيذ اتفاق السلام، وتوصل الاجتماع لعدد من التوصيات والملاحظات. إذن نتحدث أكثر عن موقف اتفاق جوبا للسلام وتداعياته وتأثيره حتى هذه اللحظة على المشهد السياسي، وإلى أين وصلت بنود اتفاقه. للحديث حول هذه النقاط معي ضيوف، أولا نرحب بضيفي داخل الاستوديو الدكتور فتح الرحمن فضيل رئيس حزب بناة المستقبل وعضو اللجنة العليا لمبادرة نداء أهل السودان، كما يبتدى الترحاب بضيفي من الخرطوم وعبر الأقمار الصناعية الأستاذ أحمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة في اتفاق جوبا والقيادي بقوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني. أبدأ معك سيد أحمد، يعني الأوضاع السياسية معقدة جدا في هذا التوقيت في السودان، ملف اتفاق جوبا وبنوده، يعني أين وصلت بنود اتفاق هذا السلام حتى هذه اللحظة؟ شكرا جزيلا على الفرصة، وأنا سعيد بهذا اللقاء. لا شك أن منذ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان وحتى هذه اللحظة يعني أخذت فترة طويلة، والاتفاق حدد وبشكل دقيق جدا طبيعة الآليات التي يجب أن تشكل وفق الجداول الزمنية الواردة في اتفاق السلام، ولكن لأسباب موضوعية ولأسباب أخرى خارجة عن الإرادة لم تتمكن الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان من يعني تكملة إنشاء الآليات المعنية بتنفيذ الاتفاق وتفعيل هذه الآليات حتى تتمكن الأطراف من المضي قدما في الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق. الأصل يعني هنالك يعني آجال زمنية لأي آلية من الآليات الواردة في الاتفاق، سواء كانت هذه الآليات مرتبطة بالقضايا القومية أو المرتبطة بالبروتوكولات المختلفة في اتفاقيات المسارات المختلفة، ولكن بمرور الزمن تم تجاوز الآجال الزمنية، وكذلك تم تجاوز يعني المدة الزمنية الواردة في الاتفاق، وما عادت هذه الآليات موجودة أصلا بقدر ما هي موجودة في النصوص، وخاصة بعد التحول الكبير الذي ترى في السودان عطل تماما الإجراءات المرتبطة بتفعيل هذه الآليات، ومن ثم أدخل تنفيذ اتفاق السلام في دائرة حرجة جدا. لذلك بادرت المفوضية القومية للسلام بالتشاور مع الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق للجلوس والتفاكر حول كيفية تفعيل هذه الآليات والبدء في يعني عمل ما يمكن عمله في خلال الفترة المقبلة. بهذا الفهم تم الترتيب للقاء مع السيد رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان السيد النائب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، وتم يعني إدارة نقاش هادي وهادف جدا حول المطلوبات الضرورية لتفعيل الاتفاق،
وهذا ما تمخض عن اللقاء الأمس، أننا في حاجة إلى تفعيل هذه الآليات في أسرع وقت طيب ممكن. طيب سيد أحمد، يعني الآن أنت سردت لي موقف اتفاق جوبا لسلام السودان وتداعيات المشهد السياسي والمتغيرات التي أثرت عليه ولم تجعل هذا الاتفاق يحقق بنوده. من خلال يعني هذا الاجتماع الذي جلستم به مع نائب رئيس مجلس السيادة، بالتأكيد أنتم طرحتم أسباب عدم تحقيق بنود هذا الاتفاق إذا لم يعني يتم طرحها، إذن لا فائدة ولا جدوى من هذه الاجتماعات. ما هي الأسباب الحقيقية التي طرحتموها في طاولة حوار هذا الاجتماع لتحققوا فيها المعالجات الجذرية التي تدعو إلى ضرورة المضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق؟ هنالك جملة من القضايا المطلوبة لتفعيل الاتفاق. هذه القضايا جزء منها مربوطة بخلق الآليات التي وردت في اتفاق السلام. واحدة من هذه الآليات مثلا الآلية القومية للتقييم والمراقبة، هذه آلية ضرورية ومهمة تضم في عضويتها الأطراف دولية هي داعمة لاتفاق السلام ماديا وكذلك سياسيا، ودول المحيط الإقليمي بالإضافة للضامنين والدولة الراعية لاتفاق السلام جنوب السودان، هذا بالإضافة لطرفي الاتفاق. في ظل عدم وجود مثل هذه الآلية يصعب جدا البحث عن الموارد الكافية لدعم اتفاق السلام في ظل المعطيات السياسية الحالية التي تمر بها البلاد. هذا من جانب. من جانب آخر هنالك آليات أخرى ذات طبيعة وطنية خالصة، وهي مرتبطة بالبروتوكولات المختلفة الموجودة في المسارات المختلفة. هذه الآليات لا بد من إنشاء، ولكي تنشأ هذه الآليات جزء منها مربوطة بتفعيل قوانين أو ابتدار قوانين تؤسس لإنشاء هذه الآليات. هناك فرق سيد أحمد بأن يتم تفعيل قوانين أو إنشاء أو خلق قوانين جديدة. لا، الفرق بعد الآليات يجب أن تنشأ بقانون، وكلنا نعلم الإجراءات التي تقود إلى الإتيان بقانون في ظل الظروف السياسية الحالية تكاد تكون معدومة. هنالك بعد الآليات تنشأ بقرارات عادية، هذه الآليات التي تنشأ بالقرارات العادية يمكن أن تنشأ إذا توفرت الإرادة السياسية والرغبة في تفعيل هذه الآليات. لذلك التحدي الكبير في غياب حكومة مكتملة قادرة على سن القوانين لإنشاء الآليات المعنية بتنفيذ الاتفاق، هذه هي واحدة من التحديات. التحدي الآخر حتى إذا تم تأسيس هذه الآليات لا بد من توفير الموارد المالية الكافية التي تمكن من هذه الآليات من القيام بالمهام الموكلة إليها، وكذلك الظروف الاقتصادية وكذلك السياسية حالة دون يعني وجود الموارد الكافية التي تمكن الأطراف من يعني توفير هذه الموارد وتغذية المواعين التي تنفذ اتفاق السلام، وبالتالي هذه أيضا واحدة من التحديات الموجودة. طيب سأتي إليك طبعا إلى تفاصيل أكثر، لكن أرجو أن تتكرم بالبقاء معي لأعود إلى ضيفي دكتور فتح الرحمن فضيل. دكتور فتح الرحمن، يعني استمعت إلى حديث السيد أحمد تقود وهو يتحدث عن اتفاق جوبا لسلام السودان، الأسباب التي وقفت يعني في طريق هذا الاتفاق ولم يتم تنفيذه. آخر ما قاله سيد أحمد تقود غياب حكومة قادرة على تنفيذ هذا الاتفاق والمشهد السياسي المضطرب جدا. في الآونة الأخيرة خرجت بعض الأصوات تتحدث عن أن هذا الاتفاق لم يقدم شيئا للسودان، إنما كان وباء أو وبالا على المشهد السياسي. البعض حتى خرج في مواقع التواصل الاجتماعي يونايتد بأنه يريد إلغاء هذه الاتفاقية. ما هي قراءتكم أنتم لاتفاق سلام جوبا وموقفه حتى هذه اللحظة؟ طيب شكرا سعودي، وشكرا يمتد لكل الأخوة متابعي قناة البلد. الحديث عن اتفاق جوبا هو بالضرورة ما بينفصل عن الحديث عن عملية السلام بشكل عام في السودان يعني.
وعقد الاتفاقات الثنائية ما بين الحكومة المركزية وما بين الحركات المسلحة أو حركات الكفاح كما يسميها البعض يعني. لأنه نحن في السودان عندنا تجارب كثيرة يعني للأسف يعني عندنا تجارب كثيرة في مسألة عقد الاتفاق بين الحكومة والحركات، وبالتالي نحن معنا عندنا تجارب كبيرة أيضا في عملية التمرد وعملية الاقتتال خلينا نقول السوداني يعني. أنا أتمنى إنه اتفاقية جوبا تكون يعني آخر الاتفاقات الكبيرة ويتبع بقية الممانعين في الفترة القادمة ويكتمل العقد، لكن الكلام عشان ما يكون أمنيات نحن خلينا نتكلم عن الثقوب والمشاكل الحقيقية الصاحبة اتفاقية جوبا يعني، ويمكن يكون هي جزء منها كبير هو ما بينفصل عن الاتفاقات السابقة يعني مشاكل الاتفاقات السابقة نفسها يعني. وفي بعض الإشكالات مرتبطة باتفاقية جوبا دون غيرها يعني. يعني واحدة من المشاكل أنا شخصيا كنت أفتكر إنه مسألة المسارات دي ما كان في لها داعي أصلا يعني. اتفاق واضح حس الآن من اجتماع الأخ النائب بمسار دارفور إنه في النهاية اتفاق جوبا هو مسار دارفور، المسار الحقيقي هو مسار دارفور، فبالتالي مسألة مسار الشمال ومسألة مسار الوسط ومسار الشرق هي ما فكت غير أنها كانت عبارة عن مجموعة مشاكل تم تحميلها لمسار دارفور أنها تركب معه في هذه المركب وتعبر معه عبر هذا الاتفاق، وهو أصلا ما ناقص يعني، هو أصلا هو مجموعة حركات نفسها في بعضها عندها اختلافات، وجزء منها يعني حتى الآن زي عبد الواحد حتى الآن هو ما لحق بالسلام، فبالتالي أنت ما كنت محتاج أنك تحمل مناطق تانية يعني تحمل إشكالات إضافية لاتفاق مسار دارفور. أنا كنت أفتكر أنه الاتفاق ده كان من أول طوال يكون اتفاق مسار دارفور، باعتبار أنه في واحد حيقول لي يا أخي والله يا أخي في نفس المشاكل دي موجودة في الشرق وموجودة في كده، يس المراحل مهمة يعني. إحنا مثلا في الوسط عندنا مشاكل ممكن كانت تخلي الناس يتمردوا أو ممكن بعد شوية يتمردوا، في الشرق الناس يتمردوا سامك ستينت، في الشمالية مثلا في ظروف ممكن تقود لتمرد، لكن يختلف الأمر. قول لي يختلف ليه؟ لما أنت قول لي أنا برد لك يعني بسبب عملي، ليه الناس في الشرق رفضوا الممثلين في مسار الشرق وفي الوسط وفي الشمال؟ ليه نفس الرفض ده ما حصل لغادة حركات دارفور المثلوا مسار دارفور؟ في العمل العام ده وفي السياسي بالذات انت عشان تمثل زول واحد من اثنين، يا اما تجيب انتخابات يا اما تكون عندك شرعية اخرى. الشرعية الاخرى دي في الغالب قاعد تكون يا انت الجيش في فترة بتاعت ظروف يعني استثنائية زي ما حاصل عندنا الفترة الانتقالية الان، يعني لسه الناس كلهم بيختلفوا حول حرية التغيير وغيره لكن بيقبلوا الجيش طوالي تمام. الحاجة دي قريب لها حصلت في دارفور، لانه عملية الحرب الطويلة في دارفور هي افردت قيادة ميدانية هي بتمثل في الحركات المسلحة، فبالتالي الى ان تقوم انتخابات حتظل هذه القيادات الغايده للعمل المسلح هي قيادات منطقه دارفور اللي عندها الحق تفاوض نيابه عنهم الى ان تقوم انتخابات، بعدك حتى لو تجيب واحد مدني ما كان جزء من النضال اصلا. ما موجود في الشرق الكلام ده، موجود في الوسط ما موجود. عشان كده انت لما تجي تنفذ الاتفاق ده على الارض لقيت انه انت هناك في الكتابه كان سهل انك تكتبه زي بعض، لكن في التنفيذ انت ما قدرت تعين ولا والي واحد من الشرق، ولا قدرت تدي وزير من الشرق، ولا قدرت تدي عضو مجلس يعني سيادة حتى إلا جبته كده ما عنده علاقة بالملف بتاع الشرق. فبالتالي أنت من الأساس حقه أنت لما تيجي تنظر حقه تخد في بالك عملية التنفيذ على الأرض، ودي نفس المشكلة اللي خلقت الآن في النيل الأزرق. أنت في النيل الأزرق جبت مالك عقار مفاوض عن منطقة النيل الأزرق، منطقة النيل الأزرق منطقة فيها نفوذ لمجموعة أخرى اللي هي مجموعة الحلو. كيف انت هتعمل اتفاقيتين على ارض واحدة وشعب واحد؟ الان واحدة من الاشكالات اللي ممكن تكون خلت الحلو ذاته يبعد مسافة في بدل ما يمشي في اتجاه العكس، انه الاتفاق الموجود ده يتحول الى باك بون وعظم لاتفاقات اخرى، هو ممكن يكون كان سبب في حساسية في انه الحلو يمشي في اتجاه الحكومة. صحيح. فبالتالي انا اعتقد انه مسألة الاتفاقات دي واحد من الاثنين، يا تمشي في اتجاه الحل الشامل كومبريهنسيف فبالتالي طيب. ما يكون في اي مسارات، يا اما تمشي في مسار محدد تتعامل معه تدعيما لما تذكره الان.
حدث التجميد لمسار الشرق ومسار الشمال، والحديث أصبح محصورا في اتفاق جبل السلام، مسار دارفور وعودة النازحين وتحقيق الأمن والاستقرار وما إلى ذلك. يعني حتى هذه اللحظة هذا يعد الهدف الاستراتيجي لهذا التوقيع ولهذا الاتفاق، لكنه لم يحقق أي شيء من بنود هذا هذه الأهداف. يعني ما زال الاقتتال يتواصل، ما زالت الأحداث المؤسفة بالأقاليم متواجدة، ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير جدا. يعني ماذا فعل إذن هذا الاتفاق؟ شوف أنا يعني عشان أنا حتى كمان الكلام ما يكون كأنه بهاجم الاتفاق كله، أنا في رأيي طريقة الاتفاق كان فيها خطأ، ما في اثنين ثلاثة. لكن هذا الاتفاق إذا حقق فقط بشكله الحالي حقق استقرار وسلام في مسار دارفور، أنا أعتقد أنه دي النهاية العظمى لهذا الاتفاق، وما بيقدر يعمل أكثر من كده. لأنه الكلام على الأغاليم الأخرى استحقاقات السلام ما سهل بالمناسبة، الكلام على الأغاليم الأخرى ومشاكل الأخرى هي متقاربة. أنت لما تمشي تعمل اتفاق في دارفور لمسار دارفور باتفاق جوبا بالشكل الحالي، أنت ممكن تكون نقلت دارفور للمربع اللي يخليها مع الأغاليم الثلاثة الأخرى في نفس الـ 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 الإشكال. طيب. هتجي بعد ذلك مسألة العدالة ومسألة التوزيع القومي والعادل للثروة والمسائل دي هنا بتلاقوا فيها كل الأغاليم الأخرى. لكن أنت أول حاجة بهذا الاتفاق بس أعمل يعني رتق للنسيج ووقف للحرب، حالة الحرب الحيوية المستمرة، وقف إطلاق النار، وقف النزوح، رجع النازحين واللاجئين في دول الجوار. أنت لو عملت الحاجة بس بالاتفاق ده أنا أعتقد أن دي نهاية عظمى وكبيرة جدا للاتفاق وللفترة الانتقالية بشكلها الضعيف وشكلها الأصلا مهزوز ومتنازع. إذن هذا ما كان يجب طرحه في الاجتماع من قيادات يعني الاتفاق جوبا، الموقعين على اتفاق جوبا مع نائب رئيس مجلس السيادة. دعني أنتقل بهذه النقطة مرة أخرى إلى ضيفي أحمد توجد. سيد أحمد، يعني الآن من خلال اجتماعكم مع نائب رئيس مجلس السيادة ومفوضية السلام والجهات المعنية، وجه نائب رئيس مجلس السيادة بضرورة الإسراع في تكملة إنشاء الآلات المطلوبة وتوفير المعينات اللازمة. يعني هذا الحديث نقرأه على وكالات الأنباء وما إلى ذلك، لكن بنود هذا الحديث، يعني تفاصيل هذا الحديث، وهل هي قريبة مما ذكره ضيفي دكتور فتح الرحمن فضيل أم غير ذلك؟ تفضل. طيب، مرور سريع على جزء من النقاط اللي ذكرها الدكتور. أولا مسألة ثنائية الاتفاقيات، ما في حاجة كده يعني تأتي من فراغ. عادة الأطراف المعنية بتحقيق السلام هي الأطراف المتحاربة، وما كل الشعب السوداني محارب حتى يتمكن أن يشارك في العملية السلمية. وبالتالي هنالك بعض الخصوصيات المرتبطة بمناطق الحروب، وهذه الخصوصيات لا بد من معالجتها عبر الحوار السياسي اللي بين الأطراف المتحاربة. أنا أتفق معه في جزئية ربما تكون قضايا ذات الطبيعة قومية ويمكن أن تشارك فيها الجميع، وهذا ما أفرزته اتفاق جوبا لسلام السودان. البحث عن السلام الشامل الذي يضم كل الأطراف، إذا توفرت الظروف التي تمكن السودانيين من إدارة حوار شامل يحقق استقرار وسلام وينقل البلاد من مرحلة الاقتتال والاحتراب إلى مرحلة الاستقرار السياسي، فهذا أمر مطلوب. ولكن المعطيات السياسية والميدانية هي اللي بتحدد طبيعة العملية التفاوضية والعملية السلمية وتحدد طبيعة الأطراف المعنية بالسلام. هذه واحدة. الأمر الآخر، النقد الموجه لاتفاق جوبا لسلام السودان في جزئيات كثيرة من هذا النقد تفتقر إلى الموضوعية. الحديث عن الطعن في المسارات، يا ليت كان الطعن في النصوص المشكلة لمحتوى اتفاقيات المسارات دون الفكرة الأساسية، ولكن الملاحظ النقد دائما مركز حول الفكرة. لو كان النقاش حول التفاصيل المرتبطة باتفاق الشرق على سبيل المثال ومضمون الاتفاق، وإلى أي مدى البنود الواردة في اتفاق الشرق حقق مكاسب
سياسية، مكاسب اقتصادية، مكاسب اجتماعية لشعب شرق السودان، كان الأمر موضوعيا ويمكن أن نعطي ونأخذ، ولكن المجرد نقد الفكرة دون الدخول في النصوص المرتبطة بالإشكالات هذا أمر يعني ما الذي سيفيد الآن يعني سيد أحمد بأن يدخل الناقدون في النصوص والتفاصيل، وها هو مسار الشمال قد جمد ومسار الشرق قد جمد؟ يعني مسار الشمال لم يجمد، وكذلك مسار الشرق كيف لم يجمد؟ لم يجمد. الذي حصل، ما الذي حدث؟ الذي حصل هو على سبيل المثال اتفاق الشرق، الاتفاق الذي تم في جوبا بخصوص مسار الشرق على سبيل المثال لم يكن اتفاقا مكتملا. هذا الاتفاق حدد ورد في صلب الاتفاق أن الجزء المكمل هو إدارة مؤتمر شامل لأهل الشرق، وما يتمخط عن المؤتمر وتوصيات المؤتمر ستكون جزء مكمل لهذا الاتفاق. عندما ينعقد المؤتمر ويخرج المؤتمر بالتوصيات ويجمع أهل الشرق على التوصيات ويتم إضافة هذه التوصيات إلى الاتفاق، هذه المرحلة هي المرحلة التي تأتي للتنفيذ. إلى حين الوصول إلى تلك المرحلة لا يمكن الحديث عن التنفيذ. الذي حصل هو وقف كل عملية مرتبطة باتفاق الشرق إلى حين عقد المؤتمر وتوافق أهل الشرق على المخرجات، وبالتالي هذا ليس تجميد بقدر ما هو إجراء مطلوب لتكملة الاتفاق. لكن عندما خرج أهل الشرق وقاموا بالتصعيد في ذاك التوقيت وطالبوا واحدة من أسقف التفاوض أن يعني يعودوا عن إجراءاتهم التي صعدوا من خلالها تجميد اتفاق مسار الشرق. شوف المواقف السياسية أحيانا عندها دوافع وعندها أسباب ومبررات، ولكن القضايا الموضوعية الموجودة في اتفاق السلام خاصة في مسار الشرق بتأكد بدون أدنى شك أن الإجراء المطلوب هو إدارة حوار ما بين المكونات المختلفة في شرق السودان، وإضافة ما يتمخط عن هذا الحوار لمخرجات اتفاق جوبا حتى يكتمل الاتفاق. وهذا في رأيي هو الأفيت والأصلح لشرق السودان. إذا كان هنالك شريحة في شرق السودان عنده يعني الرأي في اتفاق السلام، هذا أمر طبيعي في كل الأقاليم. طيب كل هذه التفاصيل، كل هذه التفاصيل سيد أحمد، كل هذه التفاصيل سيد أحمد تعود إلى السؤال الذي طرحته لك قبل قليل من خلال اجتماعكم مع نائب رئيس مجلس السيادة، يعني الحديث عن تكملة إنشاء الآليات المطلوبة وتوفير المعينات اللازمة. تفاصيل هذا الحديث يعني لكي تحقق هذه الرؤى التي تتحدث عنها الآن. نعم، الاتفاقيات اللي موجودة في المسارات المختلفة فيها العديد من الآليات، وهذه الآليات كما ذكرت لكي تنشأ وتؤسس لا بد من توفير مناخ سياسي محدد، اللي هو وجود حكومة مكتملة، تكون جهاز تشريعي قادر على سن القوانين حتى تتمكن الحكومة من إصدار القرارات التي تساعد في إنشاء الآليات. هذه واحدة. الأمر الآخر، لا بد من إيجاد الموارد الكافية من المجتمع الدولي، وكذلك الالتزامات الدولية التي تم الالتزام بها أثناء التوقيع على اتفاق السلام، ولكن نتيجة للتحول السياسي والظروف السياسية المحيطة بالبلد لم أطراف العملية السلمية من إنشاء الآليات، لغياب حكومة مكتملة، وفي نفس الوقت لعدم مقدرة الأطراف من مخاطبة المجتمع الدولي نتيجة للظروف السياسية المرة التي تمر بها البلد، وبالتالي يعني ساهمت هذه القضايا في تعطيل إنشاء الآليات من ناحية، وكذلك تفعيل الآليات من ناحية أخرى. لذلك الأمور ما زالت مجمدة. الذي دعا إليه النائب هو التفاكر حول كيفية إيجاد سبل تمكن الأطراف السودانية، الأطراف الموقعة لاتفاق السلام، من إيجاد الأرضية المشتركة للتفاهم حول كيفية إنشاء الآليات. هذه واحدة. الأمر الآخر، هنالك بعض الدعومات التي تقدمت بها بعض المنظمات الدولية كاليونيسيف واليو ان دي بي، وكذلك بعض المنظمات الدولية، وهي أموال وردت الآن للسودان، وكانت تفاكر حول كيفية توظيف هذه الأموال حتى تتمكن المستفيدين الأساسيين من أن يستفيدوا من الأموال التي وردت من المنظومة الدولية.
طيب سيد أحمد، يعني في خضم هذه الظروف الكبيرة التي تتحدث عنها، عدم وجود حكومة مكتملة ومجلس تشريعي وموارد والتزامات، كل ذلك غير متوفر وهي أساسيات في تنفيذ هذا الاتفاق، يعني لماذا تحاولون المضي قدما في تنفيذه إذن؟ ما هي الجدوى الحقيقية من تنفيذ هذا الاتفاق إذن؟ السؤال غريب شوية، لكن لم تفهم السؤال يعني؟ لا، أنا أفهم السؤال جيدا، لكن الغرابة في أنه لماذا تصرون على تنفيذ الاتفاق؟ لأنك الآن قلت لي هناك أسباب كثيرة وتقاطعات كثيرة منعت من وجود هذا الاتفاق. الأصل هو البحث عن السبل الكفيلة لمعالجة الإشكالات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام. وكما ذكرت الإشكالات واضحة ومعلومة. لكن إذا قررنا أو استسلمنا أن التحديات كثيرة والإشكالات كبيرة وبالتالي نترك اتفاق السلام ونمهل اتفاق السلام، أنا أفتكر هذا المنطق يكون غير سليم، وبالتالي البحث عن كل الفرص المتاحة لتمكين الأطراف السودانية من تنفيذ الالتزامات التي وردت في اتفاق السلام، هذا هو المطلوب في هذه المرحلة، وبالتالي التوجيهات التي صدرت هي تبحث عن أو تدفع الأطراف السودانية للبحث عن كل السبل التي تمكن الأطراف السودانية من إيجاد فرص لتنفيذ اتفاق السلام. نعم دكتور فتح الرحمن، يعني أعود لك بذات النقاط التي ذكرها ضيفي سيد أحمد، يعني التوقيع أو ملف اتفاق جوبا لسلام السودان تم توقيعه وفق الوثيقة الدستورية الموقعة في ذاك التوقيت بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، يعني هذه الوثيقة طبعا تم إلغاؤها بقرارات أو بإجراءات 25 من أكتوبر. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يعني ما ذكرها ضيفي الآن من أسباب معقدة كثيرة جدا تمنع تنفيذ هذا الاتفاق، ذات السؤال، ما الضرورة إذن من تنفيذ هذا الاتفاق في خضم كل هذه التقاطعات الكبيرة؟ طيب شكرا أحمد السعودي. أنا بتفق مع أحمد في النقطة الأخيرة، حتى أنه هم حتى لو في تحديات هم يزعوا للتنفيذ يعني، لكن انا النقطه اللي قبل في نقطه هو اثار في نص حديثه قال انه انا تكلمت عن انه الاتفاقات الثنائيه هي واحده من المشاكل، يعني الافضل يكون في حل شامل، هو قال ما لو اتيحت فرصه دي يوم من الايام هو ده افضل، لكن انا افتكر انه في نقطه يعني الاخوه في مجموعه الوفاق حقه دائما يكونوا مذكريننا، يعني وتيحت فرصة كبيرة جدا للسودانيين كلهم مش للوفاق بس، لكل السودانيين، انه كان يحصل حل سياسي شامل ويحصل اتفاق شامل ايضا بعد توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019. كانت حتى قبل توقيع الوثيقة من بعد 11 ابريل نرجع لورا اكثر لحد 2019 كان في فرصة انه مفترض بعد ما سقط نظام البشير افترض كل توقعت انا يعني انه كل الاسباب التمرد وكل اسباب القتال في السودان المسائل دي كلها كانت اصلا سبب الاساسي شنو؟ كان هو اصلا كانت حرب مع مركز السلطه وعلى المؤتمر الوطني. انا كنت اتوقع مباشره انه يحصل الحريه والتغيير، وهم اصلا كانوا جزء من الحريه والتغيير. الوضع الطبيعي المفروض كان طوالي مباشره شعارات الثوره حريه سلام وعداله. وافترض اول ما 11 ابريل تم اعلان سقوط النظام يكون الحوار داخل الخرطوم في غاعة الصداقه بين كل المكونات السياسيه وبين كل الحركات المسلحه داخل السودان، ده الوضع الطبيعي طبعا. يعني لو كنا احنا اصلا الاحزاب السياسيه والمجموعات المسلحه وكل الاطراف القوى الحيه في السودان متحلين بالمسؤوليه المعقوله، مفترض بعد سقوط النظام مباشرة يمضي الجميع مباشرة إلى نظام سياسي واحد وفترة انتقالية متفق عليها من كل الأطراف، وما في طرف يفاوض طرف. أنا قبل ما قلت اتفاق كان عندي رأي في الاتفاق ده، أنا أفتكر أنه أتدخل الناس في المسألة دي كلها هي الحرية والتغيير، أتدخل نفس المشكلة دي كلها أصلا الحرية والتغيير. الوضع الطبيعي بعد سقوط النظام الحرية والتغيير ما مفروض تفاوض المكون العسكري براء أصلا، والناس لما يتكلموا عن انقلاب وكذا و25 اكتوبر، الانقلاب الحقيقي كان 17 اغسطس،
يعني تم بين الحريه والتغيير بين المكون العسكري ده وتوقع في غاده الصداقه في 17 اغسطس ده الانقلاب ده ابو الانقلاب بعد انقلاب النغاز ده الانقلاب الحقيقي. الكان المفروض يحصل انه القوى السياسيه دي ما توقع اي اتفاق مع المكون لكن العسكري. لكن في ذاك التوقيت دكتور فتح الرحمن الحريه والتغيير كانت فيها كيانات و غض النظر عن كيانات انا بتكلم عن المجموعه اللي وقعت مع المكون العسكري. ما مفروض كان توقيع لوحدها. مفترض كان اول حاجه يتوقع مع بينها اصلا. طيب. يحصل اتفاق بين القوى السياسيه اصلا. بعد ذلك تستلم السلطه مباشره مش توقع مع المكون العسكري على شراكه ذاته. تستلم هي السلطة التنفيذية المكون العسكري يقوم بمهام الأمن والدفاع اللي بيتكلم عنه الآن المفروض يحصل ده تقوم بمهام الأمن والدفاع إلى حين نهاية الفترة الانتقالية المتفق عليها سواء كان السنة أو سنتين أو ثلاثة. كنا الآن اللي نكون نحن مشينا الديمقراطية الرابعة كويس نحن قاعدين حتى الآن بنتكلم عن سلام ما قادر يتنفذ بنتكلم عن 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 اتفاق سياسي وتوافق يكتبوا لهم في 5 ورقات أخرى بديلة للورقتين بتاعت الوثيقة الدستورية في مجموعة المحامين الأصلي ذاته ما عنده أي شرعية مجموعة محامين مع بعض كده أصحاب عشان يجعلوا له وثيقة أخرى جديدة مليانة ثغور أكثر من الفاتة ذاته. أنا بقول كلام ده لكن هذا أنا أرجع للتاريخ ده لا الكلام ده كله مهم بالمناسبة دكتور فتح الرحمن هذا سيخرجنا من إطار الحوار لا بالعكس وتخصيص الحلقة يعني. أنا هخش عليك اسم الحلقة طوالي طيب. أوريك الكلام ده عنده علاقة ليه لو كان حصل الكلام ده ما كنا حنحتاج لتوقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة أصلا كانوا حيجوا هم زيهم زي الاحزاب اللي كانت معارضه للانغاز كلهم مباشره ويجوا كلهم مع بعض القدم بالقدم ما في دول متقدم على الثاني. الحريه والتغيير هي قصد انها تغيب مجموعه الكفاح المسلح وتوقع اتفاق مباشره مع المكون العسكري وتبقى هي الحكومه وتمشي تفاوض المجموعه المسلحه والمجموعه بتاعه الكفاح بعد ذاك باتفاق ثاني. وانا اعتقد انه ده ولولا ذات تدخل المكون العسكري في الوقت ذاك على 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 مستوى نائب رئيس المجلس بتاع السياده ما كانت وقع اتفاق اصلا في فتره الحريه والتغيير لانه مضى اكثر من عام كامل من الحكومه الاولى لحمدوك دون ان يتوقع السلام. طيب طبعا هذا حديثك وهذه وجهه نظرك لك الحق في ان تقول ما تقول لكن كنت اتمنى قبل كنت ساعود لك كنت اتمنى لا. يعني تعقيبا على ما ذكرته ان يكون ممثل موجود من المجلس المركزي للرد على ذلك طبعا وانا لست يعني لا ليس لي الحق بان ارد على ذلك لكن هي وجهه نظرك. الان اعود بسؤالي الذي طرحته لك قبل قليل فيما يخص تنفيذ هذا الاتفاق والمعيقات الموجوده وحتى هذه المعيقات يعني لا وجود لأي بوادر إيجابية بأن يمكن توفيرها لتنفيذ هذا الاتفاق إذن. طيب أنت عارف برضو واحد من الأسباب دي شنو؟ أس واحدة من المشاكل الأساسية لتنفيذ اتفاق السلام ده عشان ما نلف كثير قروش يعني لوجيستيك. السبب برضو واحد من الأسباب الأساسية في الموضوع ده طيب. الاتفاق ده أتوقع دون حشد دولي كافي يعني الاتفاق ده أتوقع في جوبة بس كده ده حضروا حتى رؤساء دول حضروا كم يعني ما لقى الحشد الدولي الكافي يعني اتفاق لكن عفوا كانت هناك ضمانات كبيره جدا للمجتمع الدولي لرعايه وتمويل هذا الاتفاق عزيزي. ومن اوقف هذه الضمانات اجراءات الخمسة ده كلام غير صحيح طبعا كيف غير صحيح؟ طيب اسالك سؤال وين الضمانات وين المانحين اللي وعد السودان قبل انفصال الجنوب بانه ثاني يوم هم حيقفوا ديون السودان وحيعملوا يا ترى حصل فيهم السلاح الضمانات انا بتكلم عن الضمانات من النوع ده من الضمانات اللي بيتكلموا عنها العباره عن ارقام دي ما الضمانات الحقيقيه. الضمانات الحقيقيه العالم ده ما 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 ما, ما اصبح فاعل خير يعني في بعض الدول هي لما ترعى سلام فكره الرعايه نفسها هي بتديها يعني باور دولي محدد هي قصاده بتدفع مبالغ حقيقي قاعد يكون بقيه الدول الاخرى في الغالب اما دفعت من الباب اللي تكلمت عنه ده واللي دي قاعد تكون مبالغ بسيطه او دفعت من باب انه الدوله الراعيه دي نفسها هي عندها 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 تاثير وعندها علاقات معها جيده دفعت علشان انها يكون عندها دعم للاتفاق ده. ما في اتفاق بيدعم ساكت كده ده يعني انت بتعمل اتفاق انت عملت اتفاق خلاص عملته براك ابو قدره نفذه. انا اعتقد انه الان نحن عشان ما نبكي على اللبن المسكوب المطلوب الان اتفاق جوبا ده يتنفذ مسار دارفور. انا بالنسبه لي بفتكر المسارات الاخرى دي كلها عباره عن تموم الجرتك. انا من الوسط ما بعرف مسار الوسط ده ولا اسمي احتبا اصلا بعرف التوم هاجو فقط ما في دول بيعرف ذاته مسار الوسط ده شنو في الوسط. انا بتكلمك على الوسط في الشمال ما في دول يعني محمد اسمه هو الجاكوبي ده في الشمال ذاته الناس ما بيعرفوا غير الرياضه. يا جماعه خلونا نتكلم بوضوح شديد يعني احنا بنتكلم عن اتفاقات الاتفاقات دي بنتكلم عن شنو اختلالات تاريخيه عندها علاقه بتقسيم الموارد ولا بنتكلم عن حرب ده نعمل اتفاق سلام. الحاجتين دي مختلفات بالمناسبه. لو بنتكلم عن حالة حرب دارين نمشي لحالة سلام
اتفاق زي ده الآن المؤهل له هو مسار دارفور، ويمشي تتكون آلياته باللوجيستيك الموجود الداخلي ومحاولة إنه الناس يلقوا دعم دولي ما أمكن، لكن يتنفس في كل الأحوال. أما بالنسبة يعني حتى الأرقام المكتوبة إذا أنت ما لقيتها نقص، أنت الآن لو قدرت تعمل أي حاجة لو ما لقيت الحاجة أنت عايزها ممكن تعملها بأقل، لكن أصلا ما حيكون الخيار أنك ما تعملها. ده تأكيد لكلام أحمد قبيل. طيب بالنسبة لموضوع الاختلالات التاريخية، أنت لو قدرت تتكلم عن مسار الوسط والشرق والشمال معناته تتكلم عن اختلالات تاريخية. طيب أنت لما تيجي تقول والله يا أخي الطرف ده مظلوم، أنا داير أعمل له اتفاق عشان أنا أنصفه، عشان تديه يعني بيسموها يعني يعني تمييز ايجابي مثلا في حاجه محدده، ده انت بتدي له جزء محدد. انت اللي بتتكلم على السودان كله ده تعمل له كله مسارات عشان تعمل له تمييز ايجابي من منه؟ طيب تعمل له تمييز ايجابي من منه؟ يعني انت مثلا ليه لا يعني لو داير تقول انا والله في التعليم حكون في الجامعه مثلا مع اولاد يعني ابناء دارفور محفيين، انت هسه طلعت يوم ده قلت ابناء الشرق محفيين، طيب بكره مسار الشمال انت لانك برضه عملت لنا ابناء الشمال محفيين، طيب يا اخي انت ما تحفي ابناء السودان اعمل التعليم مجان وخلاص. لكن انت لو انت تعمل اتفاق معناه دار تعمل تمييز ايجابي لاغليم فعلا فيه مشكله. انا افتكر انه الان اتفاق جوبا هو اتفاق دارفور، مسار دارفور فقط، بقيه المسارات انا بقول تتوقف مش لانها هي ما بتستاهل، لكن لانها هي حتخلق مشاكل اكثر مما هو موجود. انت حصح فيها مشاكل ومطالبه بحقوق في وقت انت ما بتقدر عليه انك يعني تنفذ الحقوق دي في الوقت الحالي. انا افتكر انه بقيه المسارات تترك لوقت يكون في حكومه منتخبه ويجي الكلام عن عداله قوميه وتقسيم موارد عبر مفوضيه ايرادات قوميه وكلام عن توزيع عادل للخدمات، وده يجي في اطار عام اللي هو ده الحل الشامل اللي انا بتكلم عنه. اما في هذه المرحله الانتقاليه طيب. فقط معالجه اثار الحرب وعوده النازحين في الاقليم المتاثر اللي هو دارفور. جميل، هذه وضحت. اعود لك سيد احمد تقود، يعني واحده من النقاط التي يجب اخذها في الاعتبار تصريحات السيد عبد العزيز الحلو، يعني قدم انتقادات صريحه لاتفاق جوبا للسلام واعتبره صفقه بين الجبهه الثوريه والنخب السياسية المركزية، وأن الاتفاق لا علاقة له بالقضايا التي تهم المجتمع. إلى أي مدى تؤثر هذه التصريحات على هذا الاتفاق؟ ونعلم جيدا أن يعني السيد عبد العزيز الحلو أحد الأضلاع الرئيسية التي كان ينادى ويعني يدعوه الجميع إلى هذا الاتفاق، لكنه طبعا رفض التوقيع على هذا الاتفاق لوجهة نظر كثيرة، وهذه آخر تصريحاته. يعني كيف ترد على هذه التصريحات؟ أنا أخذ تصريحات عبد العزيز الحلو في سياق الموقف السياسي المعارض للاتفاق. الحديث عن أنه الاتفاق لم يخاطب القضايا الجوهرية التي من أجلها اندلعت الحروب ولم تخاطب قضايا الشعوب، أنا أفتكر هذا الحديث يفتقر إلى الدقة والموضوعية. أنا أديك مثال، يعني إذا نظرنا لمحتوى الاتفاق، مثلا اتفاق السلام في مسار دارفور، هذا الاتفاق احتوى على عدد كبير جدا من البروتوكولات، حوالي 8 بروتوكولات، وفي أي بروتوكول من هذه البروتوكولات خاطبت قضية جوهرية مرتبطة إما بأسباب الصراع أو بالإفرازات الناتجة عن الصراع. ومقارنة هذا الاتفاق حتى باتفاق السلام الشامل المسمى بالCPA، من حيث المضمون والمحتوى هذا الاتفاق أقوى من حيث المضمون ومن حيث المحتوى من اتفاق السلام الشامل، وهذا ليس حديث نقوله نحن وأطراف العملية السلمية، ولكن هذا ما شهد به الأطراف الدولية وكذلك المتلقين من الشعب السوداني لهذا الاتفاق. وبالتالي تحت تصريحات عبد العزيز هي تصريحات سياسية وموجهة، يعني وأنا أفهم التصريح في هذا السياق. طيب لكنه أيضا وصفكم كي لا نقول فقط أنها تصريحات سياسية، عندما يتم وصف قادة الجبهة الثورية الموقعين على هذا الاتفاق بأنهم انتهازيين ويبحثون عن مكاسب وامتيازات شخصية وأسرية، وأنت تعلم جيدا يعني حديث السيد يعني عبد العزيز الحلو عن هذه النقطة تحديدا التي أثارت جدلا في الفترة الأخيرة.
أنا لا أعلم الامتيازات الأسرية والامتيازات الشخصية التي يتحدث عنها عبد العزيز الحلو، والذي أعلمه تماما أن الاتفاق هذا حقق مكاسب حقيقية ومكاسب موضوعية للشعب وللمستفيدين في دارفور. الإشكال الوحيد ماذا حقق إذن؟ طيب هذه النقطة التي يحتاج فيها إلى الحوار، ماذا حقق؟ أنا أتحدث في دارفور؟ يمكن الحكم على الاتفاق عندما يتم تنفيذه. الآن نحن نتكلم عن كيف تقول لي أنه حقق وهو حتى الآن لم ينفذ؟ لا يعني حقق يعني من يا سيد أحمد لنتحدث بصراحة يعني ما زال مواطن دارفور يشكو ويتحدث ويذوق الأمرين، بالعكس يعني قبل تنفيذ هذا الاتفاق لم تكن هذه الصراعات بهذا الكم الكبير، الآن صراعات قبلية يوما بعد يوم، اقتتال كبير جدا، أرواح تزهق، أطفال، نساء، ما إلى ذلك، وما زالوا يشكون، وحتى مواطن دارفور الآن يتهم هذه الشخصيات بأنها تسعى وراء المناصب وأنها ذهبت لمصالحها الشخصية. هذا كلام لا أعتقد أنه لم يمر عليك يعني. نعم أنا أتفق، إذا لم يتم تسويق هذا الاتفاق ولم يخاطب الإشكالات الحقيقية التي تهم المواطن في الأرض، أكيد أن المواطن ينتفض ضد الاتفاق ويخرج. أنا أتكلم عن المحتوى الموجود في النص، وهذا هو النقد الموجه للاتفاق. نحن لم ندخل مرحلة التنفيذ حتى نقول أن هذا الاتفاق حقق استقرار في الأرض. في فرق بين أنه يتم تنفيذ الاتفاق على الأرض وفي محتوى اتفاق إذا تم تنفيذه يعالج الإشكال. نحن نتكلم عن المحتوى. من حيث المحتوى هذا الاتفاق ممتاز للغاية، خرج الشعب في دارفور في مظاهرات عارمة ترحيبا بالاتفاق عكس الاتفاقيات السابقة. وبالتالي الحديث الموجه على الأفراد والنقد الموجه، النقد أنا أعتبره في سياق العمل المعارض للاتفاق، وده موقف سياسي محل يعني التقدير، يعني ده أمر آخر. الشيء الآخر، الحديث اللي تفضل به الأخ الزميل الدكتور فيما يتعلق بال كان من المفترض بعد سقوط نظام البشير أن تتفق كل الأطراف الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير الدخول للسودان وإدارة حوار واسع للتوافق حول إعلان سياسي ووثيقة دستورية، ولكن الذي حصل وأنا أتفق معه في هذا الجانب تماما، اللي حصل هو كان انقلاب داخلي على مكونات جزء من مكونات الحرية والتغيير من طرف من الحرية والتغيير اللي كان يعمل في الداخل تحت مسمى التنسيقية. هذه المجموعة انفردت بالقرار السياسي للحرية والتغيير، هندست المشهد السياسي، أدارت حوار مع زول، أنتجت الوثيقة الدستورية المبنية على الإعلان السياسي، وتحكمت وسيطرت على المشهد السياسي، وقررت أن حتى يعني نحن في الحركات المسلحة اللي كانت منضوية تحت لواء الحرية والتغيير قبل سقوط نظام البشير أجبرنا في أنه نمشي نتفاوض ونضيع عام كامل في جوبا نتيجة لموقف زملائنا في الحرية والتغيير، وبالتالي هذا الموقف سليم. الجانب الآخر اللي بيحتاج لنوع من التوضيح هو حتى ولو احنا جينا في الداخل واتفقنا مع الحرية والتغيير وساهمنا في إدارة الحوار لإنتاج المشهد السياسي في الوقت ذاك، نحتاج أيضا لإدارة حوار حول بعض القضايا المرتبطة بعملية السلام، وهي معقدة تعقيد كبير جدا. قضايا المرتبطة بالترتيبات الأمنية، مستقبل القوات، انتشار السلاح، الإفرازات الناتجة من الصراع كعودة النازحين والقضايا الأمنية، هذه القضايا تحتاج إلى حوار عميق وطويل، ويحتاج إلى 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 أطراف دولية مساعدة، وكذلك توفير يعني ظروف محيطة. لكسب الوقت سيد أحمد، وضحت لي الرؤية. نقطة أخيرة، يعني كل هذه النقاط التي تتحدث عنها بالتأكيد طرحتموها في اجتماعكم مع نائب رئيس مجلس السيادة، ما هي أبرز التوصيات التي تخدم هذه النقاط التي تحدثت عنها؟ التوصية الأولى إنه لا هنالك بعض الآليات تحتاج فقط لقرارات حتى تنشأ، وتم الاتفاق على ضرورة الاتفاق إصدار هذه القرارات وإنشاء هذه الآليات التي لا تحتاج إلى إصدار قوانين. هذا جانب. الجانب الآخر، هنالك بعض الموارد المتاحة ولا يمكن توظيف هذه الموارد ما لم تنشأ هذه الآليات، ولكي تنشأ هذه الآليات لا بد من اتفاق
أطراف الطرفية للسلام من الاتفاق على كيفية صرف هذه الأموال، وكذلك خلق الضوابط المالية المطلوبة، والآليات التي تنشأ أيضا تحتاج إلى 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 ضوابط. وكان النقاش حول الضوابط، وكان النقاش حول كيفية توظيف الموارد المتاحة لتفعيل الآليات التي تنشأ بقرارات. نعم دكتور فتح الرحمن، يعني هذه التوصيات لأي مدى يمكن أن تخدم قضية تنفيذ الاتفاق؟ ونقطة أيضا أحتاج إلى تعليق فيها من قبلك، يعني الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة السيد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، يعني في لحظات توقيع اتفاق السلام كانت هناك الكثير من الدعاوي لهم بأن ينضموا إلى هذا الاتفاق لثقلهم، ولا أحد يستطيع أن يتجاوز هذه النقطة. عدم وجودهم في هذا الاتفاق كيف ألقى بظلاله على عدم تنفيذه حتى هذه اللحظة؟ وتعليقك على توصيات السيد أحمد توقد التي قالها في بنود اجتماعي. طيب شكرا جزيلا. أول حاجة أنا أعتقد أنه عدم حضور عبد الواحد والحلو هو قد يكون إلى حد كبير مرتبط بقراية مآلات الاتفاق ده نفسه كويس، وقد يكون مرتبط بشكل أساسي باللوجيستيك ذاته. عشان كده أنا كنت أفتكر أنه واحد من الحاجات اللي حق الناس يعملوا لها طوال يعني سواء كان القوى السياسية والمكون العسكري أو مجموعة السلام جوبا بعد ذاك، يعني مفروض كل الناس تعمل لتحول الانتقال الديمقراطي. كيف؟ تمام. مجموعة الحلو، يعني افتكر انه الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة عبد الواحد ما اتوقع انه حيجوا في الفترة القريبة الجاية دي. يعني الكلام ده انا لما قلته كان لسه الكلام ده دوب الاتفاق بتاع جوبا ده ما اتوقع. اول حاجة يعني الحركات الاخرى دي كلها يعني عندها ارتباط كبير جدا بالسودان، يعني حتى في ايام وجودها خارج في الحرب يعني وكده هي عندها جنوح للسلام. يعني انا مشيت قبل كده 2016 نحن مشينا مجموعه مسهله يعني فاسيليتيتر في خارطه الطريق 2016 رود ماب، كان في محاوله جاده جدا انه الحوار ده يكون حوار حقيقي، احنا كنا جزء من مجموعه الحوار. ووفد الحكومه ووفد النداء السودان وقتها نحن كنا كمجموعه يعني قعدنا مع الطرفين، حتى قعدنا مع ناس نداء السودان دي كلهم يعني كحركات منفرده او هم ذاتهم كنداء السودان، قعدنا معهم اجتماع مشترك وقت ذاك كنا في تحالف اسمه التغيير والمستقبل يعني، وجلسنا مع وفد الحكومه. لكن للاسف كان يعني حصل انهيار للتفاوض، نعم ما وصل لاتفاق، واللي هو ده كان ممكن يقصر الطريق على السودان سنين كثيره. ونحن صراحه يعني نحن كشعب مضيع للفرص دي نتفق عليها تماما، كان على المستوى الفردي او المستوى العام. يعني لو جينا رجعنا لورا كده حنلقى ضيعنا فرص كثيره جدا جدا، اخرها الفرصه اللي قلتها لك انا بتاعت بعد 11 ابريل نعم. والقبلها 2016 لما كان في اديس ابابا في الرود ماب كان برضه محاوله جاده جدا انه الحوار ده يبقى شامل بكل القوى الخارجيه طيب انا قلت الكلام ده ليه؟ الحركات اللي كانت غايبه عن التفاوض ذاك كانت هي حركة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد. صحيح. وأتوقع في منابر أخرى يعني أنا ذاتي ما كنت جزء منها ما حاسس إنهم هم جادين في المسألة ذاتها يعني هسه حتى كان بيقول عبد العزيز ده مش لأنه هو ده موضوع بتاع جلصي، لكن عندما يخرج ويقدم اتهامات شخصية لقيادات موجودة هذا يؤكد أنه لديه رغبة في الاتفاق، لكن بنود الاتفاق أو ما يسير عليه الاتفاق لا يتوافق مع رؤاه. يا سعودي عبد العزيز الحلو إذا أنت بتقول الكلام ده احنا ممكن الكلام ده ممكن يتقال في حقه في حالة واحدة، إذا كان مطالبه هو قدمه ما من بين علمانية الدولة وعلى القضايا غومية. طيب. يعني انت القضايا بتاعت 40 مليون اصلا يعني دي قضايا اصلا مرحله، مش انا في قضايا قبل شويه بتكلم محتاجه لعداله يعني عداله بتاعت موارد وكده قلت انت ترحل للمرحله الثانيه، نحن الان مع الحرب واطفاء الحرائق نعم. ما بالك بقضيه بتاعت علمانيه الدوله وقضيه كده، ده زول ما جاد اصلا في موضوع السلام. انا اعتقد انه يعني هو انت عشان كده انت النوع ده من الاتفاقات
ده انت بتحرجه اذا جيت في اتفاق شامل، لانه في النهايه حيكون موجود مع كل الاطراف الاخرى، ما بيقدر يمشي رايه هو لوحده بس. او تجي حكومه منتخبه بعد كده هي اللي حتفاوضه. نعم. يا اما اتفق مع الحكومه المنتخبه دي، يا اما بعد ذاك الجيش البلاد يفرض طيب. سيطره الدوله على كامل اراضيها ويسترد مواطنينها منه، ما يكونوا ك يعني رهائن عنده يعني. طيب طيب ومعليش يعني أيوة. النقطه وأنا التي لم النقطة عليها النقطه دي سود عليه شديد يعني. انا اعتقد واحده من الاخطاء الكبيره جدا كبيره تنسب لعبد الدكتور عبد الله حمدوك هو زيارته لعبد العزيز الحلو، وهي دي واحده من الحاجات اللي خلته يرفع الريت بتاعه اكثر ما يستطيع. طيب نقف على التوصيات التي خرجوا بها يعني القياديين او المجتهدين في تحقيق السلام السودان، اعضاء او صناع السلام مع نائب رئيس مجلس السياده. هذه التوصيات هل يمكن ان تحقق الرؤيه التي تحدثت عنها على الاقل في مسار دارفور، و يعني تؤدي الى نزع السلاح وايقاف الاقتتال القبلي وما الى ذلك؟ ممكن تحقق الكلام ده تماما، وزي ما قلت لك بما هو متاح. والمساله دي المفروض يشتغلوا فيها كل السودانيين مع بعض. طيب. ذاتنا الاحساس بتاع الاغاليم ده يعني حقه الناس تطلع منه ذاته. يعني صح هاي في مجموعه بتاعت مسار دارفور وهي موجوده الان، حتى المجموعات الاخرى اللي تكونت من المسارات الثانيه دي بالله حقه في المرحله دي كلها تشتغل ان المسار دي يتنفذ. وبالامكانات الموجوده يعني كل الناس يدوا اولويه للمسار ده يتم تنفيذه، وممكن التوصيات دي تتنفذ اذا النفوس اتراضت حقيقه يعني. طيب هذه النقطه ساذهب بها الى السيد احمد. احمد تقول يعني في اطار التقاطعات السياسيه في المشهد السياسي والاختلاف حول المبادرات المطروحه، وكل يلقي باتهاماته، طبعا سأعود اليك بهذه النقطه ايضا، كل يلقي باتهاماته للاخر، انتم تسيرون في اتجاه تحقيق هذا الاتفاق، كيف سيتحقق في اطار كل هذه التقاطعات السياسيه؟ الموقف السياسي معقد، والمواقف بين الكتل المشكلة للمشهد السياسي متباينة. الأصلح أن يكون في شكل مشكال التوافق للإتيان بحكومة قادرة على قيادة دفة الأمور في المرحلة الانتقالية. طيب. وهذه الحكومة تؤسس للانتقال بصورة سليمة، تخاطب قضايا الحرب وقضايا السلام، وأيضا تأسس لقضايا الانتقال بصورة موضوعية. القضايا التي تحدثنا عنها هي ليست معزولة من قضايا المشهد السياسي، ده واحد. الأمر الآخر، المواقف المتباينة ما بين القوى السياسية، يعني اللي أنا لو قدر لي بس أتكلم بسيط حول الوثيقة الدستورية المقترحة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين على سبيل المثال، هذه الوثيقة التي بنيت على فريضة غائبة ما موجودة أصلا، وهي إنه الوثيقة دي اتبنت على فرضية أن تتفق كل القوى السياسية على محتوى الاتفاق. والمعلوم أنه أي وثيقة دستورية يجب أن تستمد أحكامها من إعلان سياسي مع الاتفاق بين الكتل السياسية. طيب. ومن ثم يتم صياغة ما يتمخط عن الاتفاق الإعلان السياسي في الوثيقة الدستورية. ولكن اللي حصل أنه المجموعة دي جاءت بهذه الوثيقة وكأن الأزمة أزمة قانونية وليست سياسية. طيب أعود عليك بذات السؤال وفي أقل من دقيقة. هذا التباين في الآراء، وهم طبعا يقولون أنها هي مسودة قابلة للرؤى والتعديل وفيها دعوات كثيرة للجلوس، وأنتم ترون أنها لا يمكن أن تحقق الاتفاق الذي يخرج البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي، أين أو كيف يمكن أن نوجد نقطة تلاقي لتحقيق هذا الاتفاق وللاستقرار السياسي؟ الأزمة الحالية هي ليست أزمة قانونية حتى نلجأ إلى البحث عن مخرج من خلال دستور. طيب. الأزمة أزمة سياسية بامتياز. الأصل إنه الأطراف المختلفة إنها تتفق على القضايا السياسية، ومن ثم يتم ترجمة ما يتفق عليه القوى السياسية في يعني في 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 دستور. ولكن الافتراض إنه القوى السياسية تتفق ومن ثم يعني اللي يفرض على الناس وثيقة دستورية بهذه الصورة. طيب. أنا أفتكر شايف ده بيكون في إشكال كبير. وضح الدكتور عبد الرحمن
في أقل من دقيقة. يعني كنا قد طرحنا هذا النقاش في بداية الحلقة، يعني الآن اختلاف كبير جدا في الرؤى، تباين في المبادرات، حتى كثرة هذه المبادرات خصمت من تحقيق الاستقرار السياسي. كل يرى أن مبادرة الآخر لا تحقق الاستقرار. نحن في هذا التوقيت، وأنت قلت لي أننا لا نستغل الفرص، كيف يمكن أن نستغل يعني كل هذه التباينات ونخلق نقطة توافق للجميع تخرج البلاد مما تمر به في من أزمات يعني؟ طيب، هو المشكلة الأساسية في لما تتعدد المبادرات السبب شنو؟ أي شخص هو بيفتكر أنه داير يكون عنده فضيلة أنه هو صاحب المبادرة التي قدمت، ودي أنانية طبعا. لكن إحنا لو جينا فعلا لو إحنا جادين بعد تجي المبادرات دي كلها يحصل sorting out، تبقى في مبادرة واحدة، وده نحن عملنا جزء كبير جدا منه في مبادرة الخليفة طيب الجد لما أطلق النداء نداء أهل السودان. نحن الآن كلنا جزء من نداء أهل السودان، كلنا أصحاب مبادرات، أكثر من 100 مبادرة دخلت في مبادرة واحدة الآن. فالمبادرات الموجودة في السودان الآن كلها ما أكثر من مبادرتين أو ثلاثة بعد مبادرة الشيخ الطيب الجد. المجموعة طلعت الوثيقة دي، أنا أفتكر أنها وثيقة الطرحات دي ما بتستحق النقاش حولها أصلا نهائيا. هم ايضا يرون غض النظر عن مكتوب عنه، هم ايضا يرون يعني المشكله ما في الكونتنت اصلا، كي نتحدث لكن بشكل يعني يعطي جميع الاطراف حقه. هم ايضا يرون ان مبادره الشيخ الطيب الجد لا تحقق ما في مشكله، ديك مبادره، لذلك انا طرحت ديك مبادره أصلاً. كيف نخلق نقطه توافق للجميع؟ لانه وقتي انتهى. ايوه ما خلاص، ديك مبادره قدمت دعوه لكل الاطراف عشان يجي يكتبوا وثيقه، انت ما جيت حضرتها، عندك فيها راي، ده حقك. لكن انت هناك انت العكس، انت هناك بترفض اي زول يجي يحضر معك عشان تكتب وثيقه حقت كل الناس. نعم، عموما لان وقتي انتهى، سنحاول ان نسرد ايضا مساحه اخرى لهذه المبادرات، مع اننا يعني نسرد الكثير من المساحات لكن لا نجد اي حلول. اشكرك جزيلا ضيفي داخل الاستوديو دكتور فتح الرحمن فضيل، رئيس حزب بنات المستقبل وعضو اللجنه العليا لمبادره نداء للسودان. وشكري ايضا يمتد لضيفي عبر الاقمار الصناعيه السيد احمد تقود لسان، كبير مفاوضي حركه العدل والمساواه في اتفاق جوا والقيادي قوى الحرية وتغيير التوافق الوطني. شكرا جزيلا لكما. إذا مشاهدينا الكرام نستمر في هذه الحلقة، فاصل قصير ونعود.